عذبني المكحل طويل الهدم لما ما روش اللهم عجبي عجب عذبني المكحل طويل الهدم عذبني المكحل طويل الهدم مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل الانطلاقات وتتواصل أيضا التحديات على أرضية هذا الميدان حيث ينطلق شوطنا الحادي عشر الذي يحمل تحديات الأبكار الحقايق من المسافة هي 3 كيلومترات تبدأ مع المركز الأول أبدأ مع الذيبة تأتي مع المركز الأول راشد بن سلطان بن علي بن رشيد أليك تبي يقدم الذيبة مع المركز الأول المركز الثاني هناك فلك عبد الله بن زعل بن سالم العويز يقدم فلك على المركز الثاني المركز الثالث هناك الوصول مع انطلاقة شعارك بالضبيعة هناك مع نجوى محمد بن عبيد بالضبيعة أليك تبي على المركز الثالث المركز الرابع الدكتور سالم بن مبارك بن عامر الاحبابي والمركز الخامس تهدينا هناك ذيبة عتيج بن مطار بن حسن القبيسي مشاهدينا متابعينا الكرام هذه الخمسة المراكز الاولى المتقدمة بقيادة هناك الذيبة مع المركز الاول مع بداية هذا الانطلاق راشد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي والدكتور يقدمها مع البداية يقدمها مع المركز الاول مع الانطلاق الرائع والجميل مع صدارة هذا الشوط مع المركز الأول مع بداية هذا الانطلاق الممتاز إذا الذيبة مسيطرة تمام السيطرة راشد بن سلطان بن علي بن رشيد لكن ذيبة أخرى على المركز الثاني هناك عتيج بن مطر بن حسن هناك القبيسي غاتم على المركز الثاني المركز الثالث أوصلت هناك بهذا الانطلاق نجوى محمد بن عبيد بالضبيعة وأيضا القدوم مع انطلاقة فلك عبد الله بن زعل بن سالم العويسي وايضا مسكته تاتي بهذا الانطلاق غدير بن سعيد الاكتبي قاتم الشاعر مع انطلاقة وتحديات مسكته على المركز الثالث ولكن العويسي بدا يغير مع فلك مع المركز الاول عبد الله بن زعل بن سالم العويسي مع الصدارة مع المركز الاول منطلقا مع البداية الاولى مع المركز الاول ولكن الشاعر قادم مع مسكته ومع سلالة مسكته السلالة العريقة غدير بن سعيد هناك من غدير الاكتبي قادم مع المركز الثاني المركز الثالث الذيبة هناك راشد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي وايضا الذيبه عتيج بن مطر بن حسن القبيسي والمركز الخامس نجوى محمد بن عبيد بالضبيعه الاكتبي ولكن عوده الى الصداره عوده الى المركز الاول الى الانطلاق المميز مع مسكته غدير بن سعيد الاكتبي مع المركز الاول سيطرت على المركز الاول سيطرت مع البدايه سيطرت مع المركز الاول انطلقت مع البدايه هناك مع المركز الأول ركز يا الشاعر ركز الأسماء قادمة والشعارات قادمة المركز الثاني نجوى هناك محمد بن عبيد بالضبيعة وأيضا الصدلية هناك علاج مطر بن سعيد بودعي الزعابي يقدم علاجه يقدم علاجه أمسكته وعلاجه وأيضا فلك والأسماء قادمة اللحظات الأخيرة اللحظات المميزة هناك ما بين مسكته ما بين أيضا هناك علاج ومسكته امسكته وعلاجه ولكن علاجه لكن علاجه مطر بن سعيد بودعي الزعابي مع علاجه وعلى ما اعتقد سلالة شاهين بن عويضان هنا تأتي بهذا العطاء مع انطلاقة علاج مطر بن سعيد بودعي الزعابي للمرة الثانية سلام يا إمارة راس الخيمة سلام يا ميدان السوان اذا ها هم ابناء السوان يقدمون هذه النوعية علاج تنتزع المركز الأول مطر بن سعيد بودعي الزعابي المركز الثاني هناك أيضا مسكت غدير بن سعيد الكتبي المركز الثالث هناك الوصول مع أمتار سعيد بن سالم سعيد المقبالي والمركز الرابع هناك لم أعتقد شعار بالضبيعة 22 أو 24
مشاهدينا متابعين الكرام ندعى لجنة خط نهاية توقيت زمني ساعة وصول علاج لمطار بن سعيد ودعي الزعابي 4:34 ثانية. تهانينا والناموس لمطار بن سعيد بودعي الزعابي على الفوز والانتصار وعلى انتزاع علاج المركز الأول.